اللي قال لك اقطعوا ما تشاء على فرنسا على اوروبا المغرب ما هو الشتاء والثمن ديالها شحال؟ هذا الاثمنه انا. السلام عليكم، هاي مطيشه ديال المغرب شتاء 93، هاي على اخرى هذه خلاص ديال فرنسا. شوفوا الاثمنه كاينه 5 اورو، هي ديال المغرب قال لك تقطعوها ديال المغرب على الكذوب شتو، كيكذبوا 4 اورو 100 ريال. هنا اثمنه ديال المطيشه كاين عاتم 700 ريال، قال لك المغرب قطع اليوم مطيشه الماروكيا. كل شيء ديال المغرب أغلبية الساحق. ها المغرب كيشير، ها الاخرين، ها الاثمنه.